عمري 20 20. يو أمل 102.3 FM. لحداش في 33 دقيقة رجعنا لكم من جديد في برنامج يطول عمك في الخير. البارح وانا بعزوبتي فارح وكان في عمري 20 هكا كان يحكي لنا سي توفيق كركر ضيفنا اليوم على دراسة في الجامعة في فرنسا. وقت اللي نقوله دراسة نقوله زادة سكنة، نقوله صعوبات، ونقوله زادة برشا ذكريات نجم تكون حلوة، نجم تكون فيها برشا حاجات تضحك. كيفاش كانت السكنة؟ وبرشا من الناس اللي تستقر في فرنسا تتعب برشا من ناحية السكنة. كيفاش كانت تتم العملية هذه؟ على الأقل خلنا نأخذ تجربتك الشخصية. سكنت في الجامعة، سكنت في عائلات، كيفاش سكنت؟ غالب الوقت سكنت في عائلات ولا وحدي، اللي نسميهم غاديك شابر دوبون. تلقاها بيت زايدة سيبوزي للناس اللي باش تعاون في الأعمال المنزلية، لكن هما فما عائلات تقرر أني تكريها للزيتيديون والزيتيديون. وفي العائلات تلقى مثلا رجل كبير مع مرته ولا وحده ولا يكر بيت في البورتمان بتاعه، يكر بيت في البورتمان بتاعه، وفي معناها في الوحدة يقول لك هاو البارتي بتاع الفريجيدير، هاو البارتي بتاع كذا وكذا. معناها فما نوع ما من انضباط، فما نوع من الانضباط، فما التعايش يصل الواحد وكذا. معناها يحدوا لك هذا المكان بتاعك، هذا المكان بتاعنا، هذا المكان مشترك، واحنا التوانسة اللي كل حاجة نحب نضيفوا عليها. كيفاش كنت تتعامل معناها؟ اسكو فما كان فما لحظات معناها تشاركوا فيها حاجات مع بعضكم في مناسبات، ولا تلتزم من الأول بشروط تكون واضحة وقت اللي تجي تسكن؟ لا، فما أنا ما سكنت برا في بيت وحدي، وفي نفس الوقت الملاكة هي برا كبيرة عندها بورتمان كبير، عندها بورتمان كبير، تقول لي الكراء بتاعك رخيص، الكراء هو مرة في الجمعة جي تعسها تدخل البورتمان بتاعها وتعسها التليفون، التليفون بتاع ولدها لأنه هو طبيب ياخد مواعيد وكذا. معناه كما السكرتير ميديكال. ولكن في الواقع هي تخرج باش تفرهد شوية وبعدها ترجع وتبدأ تحكي معايا وكذا وكل شيء. خاصة تحب تحكي معايا وكذا. معناها بيسكو مرا كبيرة وكل ماذا بها تلقاك الوقت هذاك بوغ لو باغاج. ترى اللي توا ما زالت الظروف سهلة بالنسبة لشبابنا وقت اللي يمشي يبدا يلوج باش يسكن في باريس؟ وقتها ما كان الجامعة نسميه كروت، صح غاديك نسميه كروت، هو سنتر دي زوفر يونيفرسيتير. يتلا بالخدمة، فماشي خدمة بتاع جمعة بتاع ليل كذا، وفما السكنة. قبل اللي كان توا ولا اسمه الأون، قبل كان اسمه لونو في تونس اللي هو لوفيس ناسيونال تاع لي زورفير يونيفرسيتير، ديوان قوي من الخدمات الجامعية اللي يوفروا تقريبا الخدمات هذه، لكن مش معناها بما فيها السكن بالنسبة للناس اللي باش تسكن في الجامعة. من الحاجات اللي معناها باهي، ويقول لك إذا كان معناها معناها جيت عند واحد عنصري ما يحبش وكذا، احنا نفسخوا من الليستة. هذا مهم، معناها انتم رأيكم معناها مهم يرجعوا لكم باش تقولوا اسكو ارتحتوا في السكنة ولا لا. ارتحتوا في السكنة وكذا، دونك معناها الإدارة، الإدارة الجامعية معناها زي مهم. وانت سيادتك سكنت زادة في فرنسا وقت اللي قريت زادة، لأنه قريت تقريبا مدة 10 سنوات في فرنسا قبل ما ترجع وتقري في الجامعة التونسية ابتداء من عام 77. طب كيفاش كانت السكنة؟ هل تختلف وانت اتوديو وانت بعد تخدم ولا؟ لكن كنت ما كنتش معناها نلوي على سكنة
بجدية يعني سكنة بجدية معناها بتاع مستقبل لأنه حاط في مخي باش نروح جستمان هذيك لم تبحث أنك تستقر في فرنسا يكون ما خممتش لا تشري لا تملك لا حتى شيء لا لا هو في الحقيقة وقتها أنا مشى وقت بديت نخدم بطريقة رسمية مشيت لتولوز خرجت من باريس نقلت من باريس لتولوز لتولوز في تولوز وقتها كانت في طنبك الصعود الجبل وكان معنا السكن اقتناء السكن كان سهل وفي المتناول لكن انا ما اغتنمتش الفرصه لاني حاط في مخي باش نروح وكذا وكان باش معنا باش نخدم الفرصه هذيك راني ما نجمش نروح وكذا انتبهت عليها في وقت في الاوقات ولا حاجه الفرصه انك ما ولا من الاول واضح وصريح لن استقر كل دبت بدات شيء انا مانيش سي سي تي ا رفير كان جينا نعاودوا التجربه لا صعيب باش نقول لك خاصه انت استاذ بدقه الحاجات العلميه باش ترجع في التخمينات الادبيه هذه لا معناها أنا عملت وصف بتاع الوقت هذاك ما كان معناه فرق كبير ما بين الجامعة والحياة في باريس مع الحياة في الحياة الجامعية في تولوز تولوز وقتها كانت في بدايتها ماهيش تولوز توا خاطر توا زاد العديد من الناس تمشي للجامعات نتاع تولوز دونك وقتها مازالت في البدايات نتاعها ناخذوا جزء صغير في علاقه بتجربه التدريس نتاعك في تولوز قبل ما بعد الاخبار نرجعوا بعد ونحكيوا على تجربه التعليم في تونس دونك تعطيني اشاره الاخبار دونك احنا باش نعديوا الفصل الغنائي ونسمعوا الاخبار وبعد باش نرجعوا على تجربه توفيق كركر للتدريس في جامعة